هكذا تتوفد سكينة محملة بأكياس من القارورات البلاستيكية. قبلتها المركز الحضري لفرز النفايات بوهران. هنا يلتئم مواطنون وجمعيات من المجتمع المدني لتلبية نداء المركز بعد إطلاق حملة 5 قارورات بلاستيكية 4 أقنعة واقية لدعم الفريق الطبي والشبه الطبي المرابط بالمستشفيات. مجموعة من الجمعيات المجتمع المدني لبينا لنداء مركز التقني للردم المتواجد بمدينة جديدة، ومن هذا المنبر وجه نداء لكل مواطنين ولاية وهران باش يجيبوا القارورات البلاستيكية يساهموا في مساندة جيشنا الأبيض. ظرف استثنائي يبرز الأهمية الاقتصادية للرسكلة، فهذه القارورة تعد رسكلتها لتستعمل كأقنعة واقية للأطباء والممرضين خصوصا مع تزايد الطلب عليها. 5 قارورات تساوي 4 أقنعة، واليوم رانا في ظروف استثنائية في وسط أزمة الكورونا وانتشار هذا الفيروس الخطير. احنا درنا هذه العملية، بديناها على مستوى ولاية وهران. احنا ندخل ونشارك في هذه العملية، المواطن، مؤسسة مراكز الردم التقني لولاية وهران، نوصل المادة الأولية اللي مشي جاية من الخارج، مادة أولية مسترجعة عن طريق استرجاع النفايات، تروح للمصانع الجزائرية، وهذه المصانع الجزائرية تقوم بعملية التحويل ودير لافوي دو بيوتي. هذيك لافوي نصنعوا بها عدة مواد ومنها الأقنعة. تجمع القارورات على مستوى المركز وتعقم فور وصولها لتضغط بعد ذلك وتحول للمصانع. بورشة طارق الخاصة تتم المرحلة الثانية. هنا يقوم هذا الشاب رفقة فريقه بتقطيع وتركيب الأقنعة بعد استرجاع المادة الأولية المرسكلة. المصنع يقوم بعملية الرسكلة تاع المادة الأولية تاع البيوتي. كيدير الرسكلة ويكمل يجيبونا احنا لا ماتير اون بوبين، يجيبونا اون بوبين. لي بوبين هادوك شتي لي فايل، شتو ديجا لي فايل في الفيديو. الوغ لي فايل هادوك حنا نهزو لو فيشي، حنا لو فيشي هذا الموديل تسمى درناه اون بيوتي كومبلي. كنا الموديل اللي قبلو نخدموه بالفوركس والبيوتي، مي درك طورنا هذا النموذج درناه بالبيوتي كومبلي. داير مجموعه في الفيسبوك اللي هي اللي متكفله، مجموعه من الاطباء ولي بروفيسور وجراحين ومن هنا متكفلين بعمليه الطلب هذه، العرض والطلب. الور هما يشوفوا مع السبيطارات شحال لي ميديسان، شحال يحتاجوا، شحال من هنا، ويلونسيو لنا حنا. ساعات نخدموا 500 في النهار، ساعات نوصلوا 700 من هنا، في اقصى انتاج نوصل حتى 800. أكثر من 150 قناعا سيوزع كمرحلة أولى على المستشفى الجامعي بن زرجب بوهران. مبادرة إنسانية يعني استحسناها، نقولها لك بالعامية توشت القلب مباشرة. سمعت المديرة تقول باللي هذا ما فيش وراء هذا أي ثمن. مبادرة جمع القارورات البلاستيكية وفي انتظار تعميمها على ولاية غرب البلاد تحتاج لتكاتف جهود كل الفاعلين لجمع أكبر عدد ممكن منها لاستغلالها بشكل أفضل. لا شيء يضيع، كل شيء قابل للرسكلة.